فتحت البوابات واندفعت الحصن المنتجة محليا عمر السنتين التي لم تربح في شوطنا الثاني في جزئه الأول من علامة الألف 600 متر، وقيمة الجائزة 40,000 ريال على بركة الله تعالى. كما تشاهدون الآن الصدارة ومحاولة مسك الصدارة لعناية المقدم في هذه اللحظات. التقدم الآن أشاهده أيضا ل17 كنز وعز من المشاركة الأولى، والظهور الأول لكنز وعز في المركز الأول. المطاردة تأتي ل15 نجم العوجة في المركز الثاني في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام. وعناية المقدم يحاول أن يتقدم في هذه اللحظات مع بداية هذا الشوط، ولازالت الصدارة لكنز وعز في المركز الأول. المركز الثاني ل15 نجم العوجة، فيما يأتي الآن ابن الطائي لسمو الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز المركز الثاني والمركز الأول في هذه اللحظات. ابن الطائي طبعا ممثل الأحمر في هذا الشوط كما تشاهدون الآن مشاهدين الكرام. ابن الطائي في هذه اللحظات يتقدم ويأخذ زمام المبادرة في هذا الشوط. المركز الثاني نجم العوجة فيما المحاولات تأتي من البقية. المنعطف الأخير بداية الخط المستقيم، ابن الطاي ممثل الأحمر في هذا الشوط يأخذ زمام المبادرة، ينفرد بالصدارة من الظهور الأول. ما شاء الله تبارك الله، انفراد بالصدارة في هذه اللحظات مشاهدين الكرام. فيما المحاولات تأتي من أربع، سمرون الآن يتقدم، سمرون إلى المركز الثاني 16 بطران. ابن الطاي في هذه اللحظات ينفرد بالصدارة في طريقه لتحقيق الفوز. الأحمر يضرب بقوة في هذه اللحظات في المركز الأول لابن الطائي لسمو الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز. بكل قوة الظهور الأول المشرف لابن الطائي.